فحوصات المعادن الثقيلة. يتم إجراء هذه الفحوصات بغرض الكشف عن ومراقبة التعرض المفرط للمعادن الثقيلة. العينة المطلوبة لإجراء الفحص تشمل عينة من الدم يتم سحبها من وريد في ذراعك، أو عينة من البول يتم جمعها على مدار 24 ساعة، ونادراً ما يتم جمع عينة من الشعر أو من الظفر أو من النسيج أو من أي سائل آخر من سوائل الجسم. تقوم فحوصات المعادن الثقيلة بقياس كمية المعادن السامة في جسمك. قد يقدم المختبر مجموعات مختلفة وعديدة من تحاليل المعادن الثقيلة أو لمعادن منفردة بعينها. تشمل أكثر تلك المجموعات شيوعاً معادن الرصاص والزئبق والزرنيخ والكروم، وقد تشمل معادن إضافية كالكادميوم والنحاس والزنك. إن مصطلح المعادن الثقيلة قد يشير إلى مجموعة متنوعة من العناصر ذات الكثافة العالية أو الخصائص المعدنية. توجد تلك العناصر بصورة طبيعية في البيئة المحيطة، ويتم أيضاً استخدامها في الصناعات الشائعة. بعض منها مثل الحديد والنحاس والسيلينيوم والزنك تكون مطلوبة بكميات ضئيلة جداً في الجسم لأداء وظائفه الطبيعية، ولكنها قد تكون سامة إذا ارتفعت مستوياتها عن الحد المطلوب. وبعض المعادن تكون أكثر سمية من الأخرى، وقد يكون أحد أشكال المعادن أكثر ضرراً من أشكاله الأخرى مثل المعادن العضوية مقارنة بالمعادن غير العضوية. يستطيع الجسم أن يتعامل مع الكميات الصغيرة من المعادن الثقيلة، ولكن يمكن للكميات المتوسطة إلى الكبيرة أن تتجمع في الكليتين والكبد والعظام والمخ. كما تعتبر بعض المعادن مسرطنة، ويمكن للبعض الآخر أن يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء. يعد الأطفال والأجنة هم الأكثر عرضة للمخاطر، لأن تعرضهم لتركيزات منخفضة أو متوسطة قد يؤثر على نموهم البدني والعقلي، ويمكنه أن يسبب تلفاً دائماً في المخ والأعضاء. ويمكن للعديد من المعادن أن تمر من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة، ويمكن للبعض الآخر أن يمر إلى الرضيع عن طريق حليب الثدي. إن التعرض لنفس الكميات والأنواع من المعادن الثقيلة لا يؤدي بالضرورة إلى نفس التأثيرات في مختلف الأشخاص، لأن أجسامهم تقوم بامتصاص وطرد تلك المعادن بمعدلات مختلفة. كما أن الأشخاص المصابين بحالات مرضية كامنة قد يكونون أكثر عرضة للمخاطر من الآخرين. مختبرات البرج الطبية. شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.